معانا على الهاتف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ عماد وحيد. برحب بحضرتك يا أستاذ عماد. مساء الخير يا سيدي، وتحية الضيوف، وأنا لازم أكلمهم بصفة رسمية لأني أنت صاحب بيت يا أستاذ. من رموز النادي الأهلي، وهو ما يستحق أن يكون أن يقال عليه رمز. هذا الرجل الذي أعطى بإنكار ذات بلا سقف، كنت دايما أقول عليه عاش صامتا ورحل طامتا. هذا الرجل أشهد له، وأنا كنت في أوقات كثيرة أيام الشباب كنت مع كابتن المرحوم صالح قديم، ولكن هذا الرجل أشهد له بأنه لم يتكلم في غير مصالح وهموم النادي الأهلي. وأذكر له كمان أن هو سنة 80 لما لم يوفق في انتخابات النادي الأهلي، كان تاني يوم في مباراة من المباريات، رجل أعطى كثيرا. والحقيقة أنا بفتكره اليومين دول، لأن يعني بقول إنه لولا غيبته لو كان نصحني أو كان القدر أمهلني إن أنا أسأله في ترشحي للنادي الأهلي كعضو مجلس إدارة، أعتقد إن كان إجابته هتكون عليا ألا أخوض هذه التجربة في زمن تراجعت فيه المبادئ اللي إحنا بنزايد عليها وبنتكلم عليها دلوقتي على طول. لأن أنا فعلا طباعي وفلسفتي في ما يخص النادي الأهلي ما كانتش تنفع ان انا اخوض مثل هذه وترحم عليه، وادعو الله يعني ان او كنت اتمنى ولو كان ولا ان شهادتي كانت ستكون مجروحه ان اكرم هذا الرجل في وجودي، ولكن للاسف كان هيبقى صعب لان هذا الرجل حرم من التكريم في اوقات كثيره. ولكن عزائي وعزاء أسرته إن هذا الرجل نال تكريم من بلده. فريق مرتجي حصل على نجمة الشرف العسكرية. كلمة نجمة الشرف العسكرية دي بتعني كثير، وبتعني إن هذا الرجل فعلا كان شريف وطاهر. هذا الرجل أعطى بلا حدود. افتقدته في مرحلة كنت أتمنى أن يكون هو المستشار فيما يخص مسيرتي على المستوى الشخصي في النادي الأهلي. أنا بحييك على إنك عملت الحلقة اللي أنا ما شفتهاش على مدار تاريخ الفريق المنتجي حيا أو راحلا، إن في ناس بتستعرض وخاصة لما يكون أبنائه بتستعرض إنجازات أو ما فعله الفريق مرتجي ولم ينال التكريم اللي يستحقه. حقيقي فعلا لم ينال التكريم اللي يستحقه، لكن كان رجل قل الزمان أن يجود فعلا. أستاذ عماد، أكيد كلام محترم، كلام فيه وفاء لشخص زي ما حضرتك قلت استفدت منه كتير جدا في الحياة، وكنت تتمنى اللي هو يبقى موجود تستشيره في حاجات كتير. حنقل لحضرتك للجزء بقى الإنساني أنت، واسمح لي هخرج من الرسميات شوية لأن دي قناة النادي الأهلي بيتنا، عايزين نعرف تاريخ، عايزين نعرف أحداث. أكيد أنت داخل تتقدم لمدام أميرة داخل بيت عسكري، بيت منضبط، بيت هتخلي بالك من كل صغيره وكبيره. احكي لنا، لان مدام اميره لو حضرتك في اي حاجه هي هتصحح على طول، انا بصراحه فعايزين نعرف لما دخلت تتقدم وهتقابل الفريق مرتجي لمدام اميره قلت له ايه؟ هي هم قالوا لي انها بتنام بدري. وده موضوع كان بيزعجني لان انا من وقت النوم بدري. لكن انا اتشرفت بان انا تقدمت لانني انتسب للفريق المرتجي، شرف لي على المستوى الشخصي، وشرف لي كمان
ان انا يعني اكون من ضمن عائله في المكان اللي اتربيت فيه، المكان اللي اتعودت ان التقي فيه بمن احب وكل ما يحمل ذلك من مشاعر انتماء وشعور بالفخر. وهي دي الايام اللي انا بتنظر عليها في هذا المكان. النادي الاهلي ما كانش بيمثل بالنسبه لي ان انا اتقلد في منصب رسمي. النادي الاهلي كان المكان اللي بحس فيه بالامن وبحس بالامان وبحس ان الناس كلها بتحب بعض وبتخاف على بعض. وانا احب ان اذكر ان انا يعني برضو على المستوى الشخصي استمريت في او مسيرتي في النادي الاهلي، كنت بدعم كل من يدير. عمر ما دخلت انا او مجموعه كبيره قوي من الناس اللي هم بيحبوا هذا المكان في صراع سلطه او تشبثت بكرسي. واعتقد ان انا يعني مش عاوز اتكلم عن نفسي، بس احترمت هذا المكان لما اكتفيت بفتره قد اكون اصبت وقد اكون اخطات بالنسبه للمشكله، لكن يكفيني شرف ان انا حاولت ان احافظ على مكان في فتره صعبه ودقيقه كانت تمر بها الدوله، كانت تمر بها كل المؤسسات من ضمنها النادي الاهلي. استاذ عماد وحيد رحم الله الفريق مرتجي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. في النهايه لو حضرتك حابب تقول حاجه في واحنا بنتكلم على الفريق مرتجي وحلقه خاصه جدا مدام اميره سياده اللواء. انا عايز اضيف حته صغيره بس. اتفضل. الفريق مرتجي دخل كمان حاجة في النادي الأهلي وهو حب الفن. بمعنى؟ بمعنى أول سبت ورد كان بيجي للنادي الأهلي كانت السيدة الفاضلة جيهان السادات. هي كانت أهلاوية جدا وكانت بتحب النادي الأهلي وبتحب الفريق مرتجي كشخص كرمز في سيرة قرابة كمان. زائد بقى كانت تملي السيدة نجاة الصغيرة ربنا يديها الصحة وطولة العمر وردة. كانت تملي تغني في حفلة النادي الأهلي بمناسبة فوزه على الدوري في الدوري. السيدة وردة الجزائرية وهو على فكرة عنده صور ليها بهذا. السيدة وردة الجزائرية كانت برضو تيجي وتغني للنادي الأهلي الله يرحمها رحمة الله عليها. كانت تملي تغني في حفلة درع وكان الدرع بقى بيبقى محطوط كده وكل الناس موجودة جمهور النادي الأهلي كله. الصورة أمام حضرتك باللعب. أيوة هي دي الصورة. أيوة هي دي الصورة. دي صورة السيدة الله يرحمها وردة كده. وفي صورة للسيدة نجاة الصغيرة وكان الناس بيلبسوا أحمر يوم الورد كان كله أحمر ورد بقى يعني ثبت مع حاجة جميلة جدا. فهو أدخل حتة الفن دي كمان. فشوف بقى الفن مع الهندسة مع العسكريه مع الابداع مع العسكريه يعني كل الحاجات دي تفاعلت مع بعضيها. عشان كده انا شايف من احسن الفترات اللي مرت على النادي الاهلي هي الفتره اللي كان الوالد سياده الفريق استاذ عماد في ذكرى رحيل للفريق مرتجي. عايزين نسمع منك كلمه اخيره استاذ عماد. اتفضل يا استاذ عماد. انا مش هقدر اقول غير الكلمه اللي بحب اقولها إن ده رجل قل الزمان أن يجود بمثله رمزا للشرف وإنكار الذات. وعاوز أقول كمان علشان الكلمة دي بتمتد لما هو أكثر من الرياضة أن الرجل ده لم يجاهد على بلده ولم يتكلم ولديه من الرسائل اللي تغير خرائط عسكرية كتير قوي في مفاهيم الحروب، ولكنه فضل ان يحتفظ بسره. عشان كده انا بقول عاش صامتا ورحب صامتا. استاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا.